هذا اخوي سلطان وصل عن اذنكم. انت؟ اولا مساك الله بالخير. انت الاول قل لي شو اللي جايبك هني؟ شو اللي دخلك هذا البيت؟ اعتبرني ضيف. ضيف ومضيع طريقه ولفها عندكم. والضيف ترى له حقوق وواجبات. الضيف على عيني وراسي. لكن المثل يقول بعد يا غريب كن اديب. مقبوله منك دام انك اخو نوره. ايه يعني قالت لك كل شيء. بصراحه انا اقدر غيرتك على هالبيتك، ولو انا كنت مكانك كان سويت كذا واكثر. ها هذا انت قلتها بنفسك. انا فهد حميد، وبصراحه شفت نوره ايام ما كانت تدرس مع اختي في الجامعه، وبغيت الصدق عيبتني بطيبها واخلاقها. بنت حشيم، ويشرفني انها تكون زوجتي، واتمنى انك ما تردني لان نسبكم يشرفني. بصراحه انت غلبتني وجوابك دبلوماسي. حيا الله فهد. مرحبا، الله يحييك. تفضل 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 استريح. مشكور. اكو قاعد يم سلطان ويضحك معاه. شلون شكله؟ حلو حلو حلو. انت وخلي خل اشوف. الوالد رجل اعمال، وانا اشتغل في وزارة الخارجية. موظف ملحق ثقافي في كندا. اي ما شاء الله، يعني سفير. الله يسمع منك ان شاء الله. يا اخوي انت المفروض انك تدق الباب من اول يوم بدل هاللف والدورة. يعني اعتبر الموضوع منتهي. لا لا، احنا قصد اقول يعني احنا شرفنا ان ناسبك، يعني مو معترضين عليك، لكن بصراحة انت الاول لازم اهلك يجون ويخطبون يعني حسب الوصول. هذا الله يسلمك من حكم. انا عاد شو قلت؟ قلت بيي باخذ موافقتكم، وان شاء الله بعدين بيي بالاهل عشان يجون بشكل رسمي. الحقيقة انا شرفت معرفتك ولازم الحين اسير. بس ان شاء الله يعني ما حطيت في خاطرك علي. بالعكس، هذه اصول وتقاليد وكنا نحترمها. دامنها اصول، عيال ابوي ما شربت قهوتنا. قهوه يا ولد قهوه. ما قصر محمد، شرباني عصير وما شرب قهوتك ان شاء الله مره ثانيه. لا 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 لا، اجلس اجلس، ما تشرب القهوه الحين. هاتوا القهوه. تم. مبروك يا نوره، مبروك 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 مبروك. سلطان اخوك وافق. وافق؟ اي، وقال له لازم تجيب اهلك. وفهد ايش قال؟ قال هذا حقك. تبين الصج؟ اول مره اخوك يطلع ريال سنة. استحي عاد، أنا الصراحة خفت لي عامد وخرب كل شيء. الحمد لله الحمد لله يا نورة الحمد لله. يلا عاد الحين الباجي على فهد، لازم يبهله. ها؟ شبلاك ما تطلع؟ شباب يسألون عنك. ما بطلع بصراحة، تصرفات الشباب ما تعجبني. وش عليك منهم؟ كل واحد بكيفه يا أخي. لا يا بدر، أنا ما أحب هالسوالف، حتى صرت ما أحب أختلط معاهم. زي طلع معاي أنا وبنر بيعك. أنت ربيعي، بس ما دامك تروح معاهم صراحة ما أقدر أطلع معاك. زين بنطلع أنا وأنت وبس، بنفطر شوية وبنتعشى، بعدين بوديك مكان تتعرف على صديقات شغلك. صديقات شغلي؟ زميلات المستقبل. يلا 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 اركب، ايش عليك اركب. محمد وين بتسير؟ خير ان شاء الله، في شيء؟ اقول لك وين تبغى تسير. ما يخصك، بعدين ايش حق تصرخ علي؟ ابغي اعرف وين تبغى تسير. وانت ايش عليك مني وين بسير وين ما بسير؟ ما يخصك فيني. يخصني ونص، وانا ما بخليك تسير. الدنيا زين. ما بتسير يعني ما بتسير.
أنا آسف، ما كان قصدي يا محمد، أنا آسف. شو يفيد الأسف؟ شو يفيد؟ عقب الموقف اللي حطيتني فيه قدام ربيعي. أقول لك أنا فعلاً آسف، ما أدري إيش قال، أعتذر لك بس أنا آسف. شو يفيد تعتذر؟ ما أبغيك تعتذر. اعتذر، أنا أبغى أعرف السبب، أنت ليش تحرجين هالشكل قدام ربيعي؟ ليش؟ أدري ما تدري، هالأضراب وهالصريخ وهالفضيحة كلها برا، الحين تقولي ما تدري؟ شو هالكلام هذا؟ أخاف أقول لك، وما تصدقني. بصدق، بس أنت قول، ولازم تقول. أنا خايف عليك. خايف علي؟ خايف علي من شو؟ من أصدقاء السوء. خاف انك تكرر غلطتي وتخسر حياتك ومستقبلك مثل ما انا خسرت كل شيء. شوفني اشغل لا بيت لا مستقبل، الكل رافضني، والبداية على فكرة كانت كذي. علي ربيعي وخذني بسيارته وقال بسهرك سهرة حلوة، وهذه النتيجة قدامك. محمد انت اخوي، سيد ما تضايقت من اخوي سلطان؟ ليش اضايق؟ اخوش مثل اي ريال اماراتي يخاف على هالبيته ويراعي الاصول. اخوي صريح شوي وكلامه جاف. خلينا من اخوك الحين وقولي لي شو تبغيني اسوي لك في زواجنا؟ انا ما عندي طلبات. بس عاد شوفي عاد، انا ابغي زواجنا يستوي اشهر زواج في الامارات. انت بكيفك، تكفيني انت. يا بعد عمري يا نوره. بعد عمرك تعبانة الحين وتبي تنام علشان وراها دوام باكر. نامي يا حياتي، نوم العافية. بس انا بتم سهرة. ليش؟ بعدما أفكر فيك وبتريلين باكر علشان أشوفك. تبي تورطني مع أخوي؟ لازم أشوفك، أنا باكر مسافر. على الأقل تعالي علشان أسلم عليك. عبدالله حضرت لك الريوق بنفسي. شكرا، عندي شغل. انا غلطانه. Thank you.
أنا أعتذر لك لأن أدري أني غلط وما كان المفروض أروح مكتب علي. وهذا شو يفيد الحين؟ شو يفيد الأسف؟ أنا بس كنت أبي أساعد. لا تبي لي طاري. هذا الإنسان صاير هم بالنسبة لك. وليش ما تعتبرها تسلية؟ تسلية؟ يا سلام. إيه يعني اعتبره عمل إنساني أقضي فيه وقت الفراغ اللي عندي. أي وقت فراغ هذا اللي عندك؟ أنت مشغولة ليل نهار في المستشفى، حتى في الإجازات مشغولة. تقدرين تقولين أي فراغ هذا تكلمين عنه؟ أنت أكثر واحد تعرف شنو اللي يشغل وقت المرأة أكثر شيء بالدنيا. وأنت ما حصلت غير المدمنين هذيلا تقضين وقت فراغك وياهم؟ لأنهم محتاجين للرعاية. أهم شيء أنك ما تخسر رفيجك بسبب هالموضوع. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله نمت. لا انا قلت ما بنام، هو انت السبب. انا على العموم هذه هديه بسيطه لك، ما عرفت كيف اقدمها. هديه؟ اسمح لي يا فهد، انا ما اقدر اخذ منك هدايا الا لين ارجوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا. أرجوك أقبلي يا بني. أنت شذي تحرجني يا فهد. أفعليك، هذه شيء بسيط. زين بتوديني المطار؟ لا يا فهد أعذرني ما أقدر. ايش قاعد تسوي؟ علشان تتمين معي دائما وما تفارقيني ولا لحظة واحدة. لا يا فهد اخاف احد تشوفها. شيلها شيلها. كلها كم من يوم وبتستوين حلالي وبتحدى العالم كلهم فيك. فهد لا تبطي علي. ليش هالنبرة الحزينة؟ ما ادري. صباح الخير. صباح النور يا هلا. نعم انا راشد اللي كلمتك الدكتوره ساره عني. اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل استريح. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. شلون اللغه الانجليزيه عندك؟ اوكي. زين، نحن عندنا وظيفه في قسم العلاقات العامه، وتعرف قسم العلاقات العامة محتاج إلى أنك تستقبل الضيوف اللي يجون من برا، ترتب لهم السكن، تتواصل معاهم، تكون معاهم مرافق لهم ومن هالأمور. أوكي ما عندي مانع. أنا أدري أن أنت ما عندك خبرة في هالمجال، لكن أنا واثق أنك أنت بتتعلم بسرعة. الدكتورة سارة والأخ علي كلموني عنك وايد. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. ما في شك، ما في شك في الموضوع. تعرف أن هذه شركة خاصة وإجراءات التوظيف فيها بسيطة وايد. تقدر تروح لقسم شؤون الموظفين وتباشر إجراءاتك. خلاص؟ إيه نعم خلاص، تفضل خلص إجراءاتك. شكرا شكرا وكثر الله خيرك. حياك الله.
وبالتوفيق إن شاء الله. خلاص برد قلبك الحين؟ ما أظن يا سمية. زين من شو خايفة؟ ما أدري، أحس قلبي مقبوض. هذا يسمونه الوسواس، وأنتي وسواسية زيادة على اللزوم. يمكن لأني ما قد فرحت. لا فرحي، لأن ما في فرحة عند البنات أكبر من فرحتها في الزواج. مو بكلهم يا سمية، قليلين اللي يحصلون واحد يحبهم بخلاص. الزيجات صارت مثل الشركات، ما تقوم إلا على المصلحة. أنتوا شو سالفتكم أنتوا؟ بعد رديتوا تضيعون وقت الدوام في السوالف؟ أنا ما حذرتكم؟ أنت أنا ما حذرتك؟ أنت إيش بلاك علي؟ هذه الشركة كلها ويالس لي يلسة، أنا شو مسوية فيك؟ ترى هذا بعد شغلي، أنا مسؤول عنكم ولازم أعرف شو تسوون. شو كنتوا تقولون؟ لا حول الله ولا قوة إلا بالله. بعد التهزين في أنا؟ ما علي ما علي، ما رويتك ما أكون مبشر. إيش فيه هذا؟ ما عليك منه، هذا معقد وما يبي حط عقده إلا علينا. وصيت علي علي. لا خايفة يسوي له روح وتعال ويمل. مشكورة ما تكسر. عبدالله للحين زعلان، ياليت لك تروح المكتب وتقعد معه. ما عليه، لا تزعل منه، قدر موقفه. شكرا تعبتك معي، مع السلامة. حجي سعيد. دكتورة تأخرتي عن موعد الزيارة. الحين جيتك. مبين إن ما عندك خبرة في العلاقات العامة. أنا كنت أشتغل في شركة طيران. شركة طيران؟ هنا. ما شاء الله، شو شغلك؟ في الحجوزات. هي يعني مال التذاكر. هنا. شياب حجز التذاكر عند العلاقات العامة. هذا ما عنده أي خبرة أصلاً في العلاقات العامة. بعدين الله هداك، نحن عندنا 10 سيفيات كلهم ما شاء الله عليهم عندهم خبرة. 2 منهم مشتغلين بالفنادق، واحد عنده توصية من فوق. أدري بكل هالكلام اللي تقوله، نحن يا سيف نبغى نساعد هالرجال. تساعده؟ هذا شغل. أنا قلت نساعده يعني كلنا، وبعدين الشغل مو صعب، بيتعلم. إيه ما عليه، بس أنا سمعت إن كان. نسى اللي سمعته، لا تحكم على الرجال من غير ما تجربه، واعتبر الموضوع اللي استوى صفحة وانتهت، عطوه فرصة لأنه محتاج لها أكثر من غيره. والله نحن بننفذ كلامك محمد، بس عاد ها ما نتحمل مسؤولية. خلي المسؤولية علي، بس ساعدوا الرجال علشان يتعلم الشغل بسرعة. الزعلان أخذ بخاطره. تتامر علي ويا زوجتي ما تبان يزعل. اي مؤامرة الله يهديك، الموضوع بسيط وما يستاهل. تليفوناتي انا ما ترد عليها؟ انت لو مكاني شو كنت بتسوي؟ شفت؟ عشان تقدر موقفي. تريه ولا شو؟ مر علي باكر.
في شيء؟ لا ما في شيء. مر علي باكر. زين باكر الساعة كم أجيكم؟ بعد تباني أقول لك الساعة كم؟ قلت لك باكر وخلاص. إن شاء الله. سوي عمره منضبط، باكر الساعة كم؟ كله بيبين، بنشوف. ساعة كم قال؟ منصوره يما منصوره. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال تعال حياك، تعال اشرب شاي. حياك ياس. شلونك يما؟ شلون امك وابوك؟ الحمد لله، بس زعلانين شوي يوم دروا اني بروحي في الشقه. شفتيها خالتي كيف شردت؟ كني انا عدوها ولا بذبحها. يا يما البنيه ما تبي شيء، تبي المداره والكلمه الطيبه بس، هذه اللي تبي. يا خالتي بهاي النعمه اني بحطها في عيوني، واذا اشتكت سوي اللي تبونه. خالتي دخيلك، خليها ترجع عندي الشقه، انا احبها احبها وما ادري شو اسوي من غيرها. اذا تبى فلوس الحين بصير بسلف لها. يا ولدي خولي ما قالت تبي فلوس. هيا شو تبى؟ هي كانت تعرف ظروفي قبل ما نتزوج، يعني تبوني اسرق عشان هي ترضى؟ والله لو واحد ثاني كان وصل المحاكم. كذب. خليون خواته بقول لهم. خواته؟ شو دخل خواته في الموضوع؟ الموضوع بيني وبين زوجتي، شو دخل خواته يا خالتي؟ عاد هذا كلام؟ يا بني روحهم معاها الشقة يشوفون مكانها. يبغون يفتشون شقتي؟ حد سواها من قبل؟ سويت يمي. يبون يكشفون على اسراري وعلى اسرار زوجتي؟ هاي نيتهم؟ والله لا بخليهم ولا بيحصل لهم. وانت يا خولوه، خولوه تسمعيني ولا لا؟ اذا ما ياتي بالطيب بتين بالقوه وبذكرك. بلاك انت ما تشوف؟ ما تشوف؟ اسفين، حقك علينا، غلطنا. خالتي الف مره قايل لكم، هذا بعيونه مبققه ما يدخل البيت ويتكشف على زوجتي. نوح ولدنا ورابي في بيتنا، وهذيلا كلهم خواته. سمعت؟ المرة ثانية دخلت هالبيت بكسر ضلوعك، سمعتي ولا؟ أنا ما سويت شيء، وبعدين هذا مو بيت أبوك. نوح ما عليك مني، ما تعال تعال تعال. ما علينا ما علينا. على فكرة يبتلكم كليوان شعري وكليوان صافي وقابط حق الشواي. قابط عاد تتعرف يا يما، ما حد ياكل في البيت قابط. تعال زين تعال اخذ بيزات تعال. خالتي القابط سمين، امي امس مسويت لنا محمر ومشوي قابط وطحنا في طيحه لين ما قلنا بس. واذا تبون اشوي لكم انا حاضر، بشوي شوي 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 انا حاضر. خالتي ما تقصر يا ولدي. تبغون شيء ثاني؟ تعال يا يما تعال خذ بيزات. عقب عقب خالتي يلا. ليش امي خليتيه يروح بدون ما ياخذ البيزات؟ شو اسوي يا بنيتي؟ هذه مو باول مره، كله يقط الغرض ويشرد.
بس لازم ياخذ البيزات يمي، ولا ترى برد له السمك. يلا حبيبتي على يدك. ليش ما تحط لك هدايا والعاب حق اليهال بعد احسن لك؟ ما احب احط ايدي في شيء ما اعرفه. ويالس ترسم هني؟ انت على بالك في باريس ولا روما؟ هني من يعرف الفن عشان يقدره؟ شوف كل اللي يمرون حواليك يضحكون عليك. انا اقول خليك في البيت، على الاقل الواحد يسولف معاك بعيد عن عيون الناس. انت ليش تبغي تحبطني؟ ليش تبغيني استوي مثلك يائس وما عندك امل؟ امل في شنو؟ العالم كله منحط، ولا في امل ولا في رحمه، وانت تقول لي امل؟ انت تقول كذي لانك منفعل. انا مو منفعل. يلا قم خلي تمشي. انت لين الحين ما عرفت العالم على حقيقته. لو عرفته بتشوف انه ما يستحق الاحترام. يلا قم يا سلام. قم يلا. ابوي تعب علينا فجأة ورقدوه في المستشفى، وانا خايف عليه. بس انت قلت ان صحته تحسنت. هو يحاول يقاوم بس منهد، يوم خسر حلاله انهار اكثر. سالم شو استوى بالضبط؟ ها شو سويتي؟ شو سويت بعد؟ كالعادة عطينا السي في ونتصل فيك بعدين. ما ندري وين نروح ولا شنو نسوي، وهالأجانب دارسين الديرة وإحنا ندور بشهادتنا. يا ربي يا ربي ماني عارفة نكلم منو ولا نروح حق منو. وأعذارهم بارزة، يا ما في وظائف خالية يا ما في خبرة. طيب شلون بيصير عندنا خبرة وهم للحين ما وظفونا؟ ها ما أعرف ديتك، إذا لك نصيب بتاخذينا. بيه عاد هذا حكي أمي اللي لا يودي ولا يجيب. أمي تبي تشجعك. أنا أعرف بنات كانوا معي في الجامعة، تصوري توهم في سنة أولى ما تخرجوا ووظائفهم محجوزة لهم وإحنا قاعدين نتعذب. أنا بس أبي أعرف وين ذيل اللي يتكلمون عن الفرص ليل مع نهار. خايف حتى يتكلم عشان ما تغلب دموعه. البيزات تي وتروح، بس أهم شيء صحته. شلون تي وتروح يا راشد؟ أبوي يشتغل 40 سنة عشان يكون نفسه وصل له اسم في السوق، والحين راح منه كل شيء. أكيد شيء صعب، بس شو ممكن يسويه عشان يبدأ من أول وجديد؟ يبدأ من أول وجديد وهو في هالعمر؟ أنت وياه لازم تفكر يا سالم كيف تقدر تساعده. أنا صرت مثالي يا راشد. مثالي؟ زين عايش، رايك نروح نطمن عليه؟ واحد ونص، وهذا نص استوى اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا ربع وربع ونص، استوى خمسة. زين اوكي الحمد لله تمام. يمحوه. ها شو عندك؟ سلف ما عندي، انت روحك على كم درهم. ما ابغي منك فلوس. ها عن شو تبغي؟
انت قايل شيء حق اخوي راشد؟ شيء؟ شيء مثل شو؟ يعني شيء شن علي مثلا؟ لا انا ما شيش ولا دخن. قصدي يعني حرضن علي؟ انا ما شيش حد على حد ولا حرض حد على حد. قايل لي شيء عن بدر مثلا؟ هذا بدر اخلاقه مو بزينه، انا انصحك ما تمشي وياه. ايش دراك ان اخلاقه مو بزينه؟ ادري. انت اصلا على وجهك هذا الشياطين بيورطونك، وبالذات هذا بالدور. ورطوني في شو؟ هذا شو اسمه؟ انا نصحتك مع السلامه. تعال اكلمك انا. نوح، نوحو ايل خبل. هو مثل ما توقعت. ايش تراني سياسي يقول يخربط هذا كلامه ما له معنى؟ لا 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 تلبيت ولا شيء. شوف انا بتصل فيك وانت لاقف مكان كذي احسن. يا عمي انسى الموضوع، هذا مينون من ياخذ على كلامه؟ يا سيخ ورط ما حد يسمعه، ما عليك منه، خلي يوليه. تمام تمام خلاص نتلاقى، ها بتصل فيك. يلا اوكي باي باي. لو يتصلون يفكونا من هالكتب وصدعة الرأس. هنشوف البدري. أقول لك شو اسمه، اتصلت فيهم وما ردوا عليك المكتب؟ زين ما تعرف حد هناك مني منك؟ كلمهم الله يخليك، والله ترى زهقت مليت من الكتب، مو بقادر حتى يود الكتاب. تمام خلاص شوف الموضوع عندك. ها اوكي يلا 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 تمام باي. يعني البنك يبى قرض، رفضوا يعطونه لانه مديون. ابوي ما بيرتاح الا لما يرجع له حقه. وش قال تاخذ حقه؟ ابوي مقهور وبيتم مقهور لما ناخذ حقه. ومن منو بتاخذ حقه؟ انا عارف من منه. تبي تاخذ حقك بيدك يا سالم؟ على الاقل ابرد حرتي وحرت ابوي. ابوي ما اشتكالك. انت ولا كلمه، كلها من تحت راسك. الله يخليك يا راشد، كلمه يكفي المشاكل اللي نحن فيها. ما علي ميته، سالم ما يقصد اللي قاله. لا انا اقصد، اقصد بتشوفون ايش بسوي. حتى لو كنت اقصد ما تقدر تثبت عليه شيء. التجاره اسرار، لو انكشفت صارت فضايح. لا يكون تقصد ابوي. لا تفهمني غلط يا سالم. ميثا نزليني هني لو سمحتي. بنوصلك. ما علي بروح المرسم، نزليني. خليه يزعل. احنا ما نقدر نقرر عنك، هذه حياتك. نخاف نقول لك روحي له، تحسين ان احنا متضايقين منك. ما ابغي ارد له، قلت لكم ما ابغي ارد له. والله حالتي تكسر الخاطر يا يمه، يستحمق ويحالف ويتوعد ويرد ولا كانه صار شيء. هذا لأنك ما تعرفينه. أصور اللي بغى شيء بيذبح حمر عشان يوصل له، وعقب تشوفينه شخص ثاني. خلاص لا تجبرينه، احنا ما نجبرها على شيء، احنا بس نتكلم معاها علشان نعرف ايش في خاطرها. ها قالت لك في خاطرها؟ من باكر بروح ادور على شغل. شغل؟ هذه فكرة وايد زينة. انزين ايش رايك اساعدك؟ لما تروحين تداومين، انت تداومين يوم وانا اداوم عنك يوم، واللي عافيك. وانت رايحه تقدمين اوراقك اخذي اوراقي وياك. لا تطلعين ولا تروحين مكان قبل ما تقولين حق رايلك. ما سوينا شيء، بعد ترد لها احسن لها، ايش حقك قاعده عندنا؟
هذا حقه دام هي للحين على ذمته. يا يمه يا حبيبتي، البنية تقول لكم ما ابي، ابي اتطلق. سكتي سكتي يا ام السنين، يلا سكتي انطمي. والله ولا فالك. كيفكم؟ ترى تقدرين تطلعوني كذي؟ ايه الحق حق، وانتي للحين على ذمته. ما تعبت؟ توني مخلص. انا اشتغل عشان اتعب وانام. مو كأنك بعيد عنها اليومين؟ لا بس مشغول شوي. ادري انك زعلان لاني ما قلت لك على الخطوبة. انا بعد قصرت لاني ما باركت لك. الموضوع صار بسرعة، صارت عندنا ربكة وانت ما كنت موجود. بالعكس يا نور، انا مو زعلان، انا فرحان لك. صحيح اكيد. من وين تعرف صاحب هالصورة؟ ليش؟ من وين تعرفه؟ انت تعرفين صاحبها؟ فهد، الحمد لله على السلامة. ليش تأخرت علي؟ كنت أتري أكون بروحي عشان أقدر أتكلم معك. رديت فيني الروح يا فهد، كنت ما أحس بالوقت، يمر اليوم والأسبوع والشهر وأنا ما أدري، بس أنت خليتني أعد كل ثانية وأنا بعيدة عنك. يا بعد عمري يا نورة، لا تضيعني يا فهد، كفاية الوقت اللي ضاع، أرجوك تعال بسرعة. ودي أكون عندكم من هاللحظة، بس أبوي عندي شوية مشاغل. إن شاء الله بيخلص تجريب عشان يقدر يجي معي عندكم. مشاغل؟ وش كثر بتطول هالمشاغل يا فهد؟ أسبوع يمكن أسبوعين بالكثير ونكون عندكم، علشان أمي تبويتي ويانا وخالاتي بعد. استأنسوا يوم شافوا صورتك، شاليك حبوك من الصورة. المهم انك ما تطول غيبتك يا فهد. كيف اطول وانا استويت مشتاق لك من اليوم، في كل دقيقة افكر فيك. لا تنسى تتصل فيني مثل ما نسيت صورة الوالد. صورة الوالد؟ وين شفتيها؟ عندنا في البيت. عندكم في البيت؟ وش اللي يابا عندكم؟ إذا جيت بقول لك. لا 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 لا، قولي لي الحين. إذا تبي تعرف تعالي دبي. يلا باي. تصبحين على خير. الحين عرفت ان الحب يفتح بيت. البيت محتاج فلوس، الحب مهم بس الفلوس اهم. هذا اللي انا كنت احاول اقنعك فيه من الاول بس ما سمعتيني. ظنيت اني اقدر اعيش معاه على اي شيء دام يحبني، ستضح لنا كل ما يضيج من ناحية الفلوس حيت حرتها فيني. عمري ما طلبت منه شيء ولا هو عطاني،
يمكن لو عندها عطاج. ما أظن نصور طلع يحب الفلوس وايد. أكيد يحب الفلوس لأنه ما عنده. تدرين مرت علينا أيام ما عدنا شي ناكله حتى الخبز. إن شاء الله تكونين تعلمتي. تصبحين على خير. نورة نورة يمه خير؟ ايش صاير؟ اخوك يا بنيتي للحين ما رد البيت؟